أول فقرة في هذا الحفل أو ثاني فقرة في هذا الحفل، كلمة للسيد رئيس الجامعة الوطنية الملكية للدراجات السيد بن المحي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الباشا، سيد رئيس مجلس البلدي، السادة الحضور الكريم، أولا باسم الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات جينا باش نشارككم هذا الاحتفال العظيم الكبير اللي تينم على انخراط إقليم الرشيدية ومدينة أرفوت بالخصوص في الرياضة وفي المفهوم الملكي الرياضي. واحد مجموعة السباقين اللي جاو من جميع أنحاء المغرب، من الشمال، من الجنوب، من الدار البيضاء، من سليمان إلى آخره، باش شاركوا في هذا الطواف اللي إن شاء الله غادي يبقى دائما كل سنة. لذلك السيد الباشا مشكورا، بغيناكم باش تنوبوا علينا بواسطة السيد الوالي باش تقدموا باسم الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات فروض الطاعة والإخلاص، وفروض الطاعة كما قلت والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يوما بعد يوم تيكبر به الافتخار ديالنا والاعتزاز ديالنا لانتمائنا لهذه المملكة الشريفة. شكرا. شكرا للسيد الرئيس على هذا السلام. كي غريس وزيز كسر البيضة وحبابه المعابد وهو عام عايشين حب وسلام. كي غريس وزيز وآيت عليهم دغرا فئة لماستر بالنسبة للرتبة الثالثة محفوظ عبيبي عن نادي تافيلات. يقام أرفوت المجلس الجماعي للمدينة وجمعية تافيلات للأشخاص في وضعية إعاقة. الجوائز والسباق انتهى على الشكل التالي. وشعوا لك المسابق البلاد الأولى حجاجي وفاء، وتفقة حر على حجاجي وفاء، ويسلم لها الهدية والجائزة السيد باشا مدينة أرفوت. الجائزة الثانية حمزة القادري، وصفقت على حمزة القادري، يسلم الجائزة سيد رئيس الجامعة الملكية نصيب المهي. الجائزة الثالثة لعباسي حليمة وتشعر إيناس، كنا على عباسي حليمة، يسلم الجائزة سيد رئيس المجلس الجماعي لمجلس أرفوت. الفائز عمر لطيفي، فقط على عمر لطيفي يقدم أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.